شددت موسكو على أن توريدها معدات عسكرية إلى سوريا تطابق بالكامل مع القانون الدولي، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن الرحلات الجوية الروسية لسوريا تحمل عتادا عسكريا إلى جانب المساعدات الإنسانية. في المقابل أبدت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قلقها المتزايد من الشحنات التي تنقلها تلك الرحلات. المشهد السوري بين الدعم الروسي والنقد الأمريكي في تقرير أمجد أبو عرفي. تستمر المعارك على الأرض السورية ويستمر معها تقدم المعارضة المسلحة، فبعد سيطرة الفصائل على مطار أبو الظهور العسكري مغتنمة عتادا كبيرا وطائرات بعضها صالح للإقلاع، باتت طلائعهم تهدد محافظة اللاذقية وكامل منطقة الساحل الغربية، وشهدت مناطق عدة فيها قصفا بالصواريخ. فكنا نواجه يعني عدة الأعداء سبحان الله، ألغام من تحتنا والعدو من أمامنا والطائرات من فوقنا، وبفضل الله عز وجل الله عز وجل حاط بهم جميعا وسيرنا الغبار سبحان الله. هذه المنطقة هي معقل نظام الأسد، وهي التي تشهد تواجدا عسكريا روسيا كبيرا تعاظم مؤخرا وضم طائرات وخبراء وجنودا وعتادا عسكريا كبيرا، محولا ميناء طرطوس ومطار باسل الأسد الدولي في اللاذقية إلى قاعدتين عسكريتين روسيتين كبيرتين. وهذه صور لبعض التدريبات لجنود روس داخل ميناء طرطوس البحري. وزير الخارجية الروسي يضطر بعد مماطلة إلى الاعتراف بما كانت بلاده تنفيه طيلة الأيام الماضية. الاتحاد الروسي سيرسل معدات عسكرية وفقا للعقود القائمة، فضلا عن المساعدات الإنسانية مع الطائرات المتجهة إلى سوريا. لقد ساعدنا وسنواصل مساعدة الحكومة السورية في تجهيز الجيش السوري بكل ما هو ضروري. الجيش الروسي في سوريا يعني أنه لم يعد هنالك جيش سوري بعد الخسائر الفادحة التي مني بها وشملت قتلى وأسرى بأعداد كبيرة. أما النظام فبات مجرد اسم بلا واقع في ظل الوجود العسكري الروسي والإيراني المتزايد، وبات مهددا بالسقوط السريع حال استمرت الأوضاع الميدانية على ذات الوتيرة من التصاعد. اسمك عثمان مزبوط؟ أيوة، مع أبو رجب. اسمك خالة؟ مع أبو رجب. أيوة يا شيخي شيخي. خصوصا مع استمرار العاصفة الرملية في تحييد سلاح الجو مقاتلة إلى جانب المعارضة ضد نظام الأسد وحلفائه. ولمواكبة هذا المشهد معي في الاستوديو الزميل أمجد أبو عرفي، مرحبا بك. في البداية نتحدث عن هذه القضية في الفترة الأخيرة، لكن ما الدلالات لهذا الدعم العسكري ودعنا نقول تكثيف الدعم العسكري الروسي لدمشق؟ يعني هو مجازا يطلق عليه دعم عسكري، ولكنه ليس دعم عسكري، هو تدخل عسكري بديل، لأن الجيش السوري في حكم المنتهي. يعني إذا ما تبقى منه بعض الآلاف، ونحن نتحدث عن أعداد قليلة جدا، هذا لا يعني أن هناك جيش، هذا ليس جيش. الجيش السوري بات منهارا، خصوصا في أعقاب المعارك الأخيرة التي مني بها بخسائر كبيرة جدا، وبالتالي أصبح سقوط النظام قاب قوسين أو أدنى. هناك مصالح دولية وإقليمية تتطلب عدم سقوط هذا النظام على الأقل في الوقت الحالي، خشية من سيطرة مجموعات مسلحة راديكالية إسلامية على النظام ولا تتعامل أو لا تتجاوب مع المجتمع الدولي، وبالتالي حاجة استدعت وجود تدخل عسكري ليس فقط روسي. لاحظ أن بريطانيا وفرنسا تقصفان، الولايات المتحدة تقصف، وتركيا أيضا من الشمال تقصف، إيران تتدخل. الموضوع ليس مقتصرا على التدخل الروسي، ولكن التدخل الروسي هو التدخل الأبرز والأكبر. نعم، أصبح أيضا أصبحت سوريا ساحة اقتتال دولية بعض الشيء طبعاً. لكن دعنا نقول روسيا لا تتحرك بدون أن يتخطى الاقتتال في سوريا الخطوط الحمراء. على سبيل المثال نذكر القضية الكيميائية حين تدخلت روسيا، وعلى ما يبدو وصلت الأمور أيضا إلى مصالح روسيا في دمشق، كما ذكرت مطار باسل الأسد وأيضا ميناء طرطوس في نهاية المطاف. ربما تشعر موسكو خطورة على مصالحها داخل ربما المصالح الوحيدة التي بقيت لها في الشرق الأوسط. بالتأكيد، ولكن الموضوع يعني ليس فقط مصلحة روسية منفردة، هناك مصلحة دولية. يعني أولا المنطقة الساحلية برمتها هي منطقة ذات أغلبية سكانية علوية، وهي التي أيضا يدافع عنها النظام ولا يريد أن يخسرها. وأيضا المصلحة الدولية الروسية تحديدا مع هذا الأمر تريد المحافظة على هذا الوجود العلوي
في هذه المناطق في حال انتهت الأزمة الروسية، على الأقل يتم الاحتفاظ وتكوين دويلة علوية في الساحل. التدخل ليس تدخلا روسيا فقط، وإنما هو تدخلا دوليا. دعنا فقط نشير إلى الموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقلق، يعرب عن قلقه ويعرب عن قلقه. وعندما يعرب الكبير عن قلقه فذلك يعني بشكل أو بآخر موافقة ضمنية، ولكن لا يريد أن يعلن عن ذلك. نحن نذكر المواقف الأمريكية ضد روسيا في أماكن أخرى في العالم كيف كانت. لو أن بالفعل الولايات المتحدة غير موافقة على هذا التدخل الروسي ولم تعطي الضوء الأخضر أصلا لروسيا للتدخل عسكريا في 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 سوريا، لكان لها موقف أكثر حدة على سبيل المثال في أوكرانيا. صحيح، وفرضت عقوبات اقتصادية على روسيا في أعقابها بسبب هذه الأزمة. أيضا قبل ذلك في جورجيا، أبخازيا وما إلى ذلك. ولكن هنا مصلحة دولية مشتركة للحيلولة دون سقوط النظام قبل إيجاد بديل يمكن التعامل معه من قبل المعارضة. لذلك كان قبل أيام أيضا أنباء ربما تفاهم بين واشنطن وموسكو بما يجري على الأراضي السورية. روسيا تقوم بدور دولي نيابة عن دول العالم الأخرى وتحديدا يعني عن الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تقوم دعنا نقول أيادي روسية برعاية أمريكية في نهاية المطاف. بالتأكيد ذراعي أمريكا في المنطقة الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية يقومان نعم. بالعمل على أكمل وجه وما مخلصان في هذا العمل. نعم، ودعنا نقول ذكرت كل التدخلات، وأيضا اليوم مصدر عسكري يتحدث بأن إيرانيين يتواجدون أيضا على الأراضي السورية. الأمور تبدو وكأنها ذاهبة إلى تصعيد ميداني واسع النطاق على الأراضي السورية، لكن اليوم أصبح الأمر واضحا، هناك قوات إيرانية على الأراضي السورية، هناك قوات روسية على الأراضي الروسية بشكل واضح، لا يمكن أن نخفي ذلك بشكل واضح وصريح ومعترف من قبل الجميع. دعنا نقول بالتأكيد حتى وإن بدت هناك أصوات تتعالى كأصوات الولايات المتحدة أو غيرها المعارضة التي لا تريد أو تشجب أو تشعر بالقلق، كل هذه يعني مصطلحات لا تشير إلى المعارضة حقيقة، هي تشير من ضمن ما تشير إليه إلى الموافقة الفعلية على الموضوع، وإنما هذه التصريحات لذر الرماد في العيون، عيون المعارضين على الأقل، وتوفير غطاء أيضا لهذا العمل. ولو كانت الولايات المتحدة لا تريد ذلك لما منعت روسيا أو لم تجرؤ أصلا روسيا أو إيران على التدخل داخل هذا. ونحن نعلم أن التدخل الإيراني الروسي كان موجود في روسيا في الوقت الذي كانت تدير فيه الولايات المتحدة ومجموعة 5+1 مع إيران الاتفاق النووي والمحادثات النووية. وهذا التدخل، لاحظ معي فقط أن هذا التدخل بهذا الشكل الواضح والصريح والقوي والمعلن في سوريا جاء وتطور في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني، وهو أحد نتائجه. نعم، على ما يبدو هذا الاتفاق يخفي الكثير في طياته من تفاهمات واتفاقات. لكن وأنت تحدثت أيضا بذلك في التقرير عن قضية أبو ظهور المطار العسكري في إدلب، دعنا نقول المنطقة الوحيدة الباقية للنظام، كانت باقية للنظام في إدلب، والحديث يدور كثيرا بأن ربما موجة الغبار أو عاصفة الغبار هي التي تساعد في هذه الأيام المعارضة على الأراضي السورية. يمكن القول أن موجة الغبار هي الفصيل الجديد الذي ينضم للقتال، يعني يطلقوا عليه اسم جديد للقتال ربما. إلى جانب فصائل المعارضة الأخرى ضد النظام، أن الفصائل كانت تطالب طيلة السنوات الأربع الماضية، الأربع والنصف الماضية، العالم بتوفير غطاء حظر جوي داخل سوريا لمنع النظام من استخدام سلاحه الجو لتحييد نعم سلاح الجو السوري الذي يقصف المناطق بالبراميل وغيرها، ولم يحدث ذلك. جاءت هذه الموجة للغبار ووفرت هذا الغطاء الجوي، وفرت هذا الحظر الجوي على قوات النظام، ونعلم أن السلاح الجو هو كان نقطة التفوق الوحيدة التي يمتلكها النظام على المعارضة، وبدونها لم يكن ليصمد كل هذه السنوات. وهذا ونحن نعلم حتى في ظل هذا التفوق الجوي كانت المعارضة تحرز انتصارات. صحيح. وتقدم في كثير من المناطق، حتى أنها باتت تهدد المناطق العلوية في الساحل كطرطوس واللاذقية التي تتعرض في كل يوم لأكثر من قذيفة وأكثر من صاروخ يسقط، وكان في الأسبوع الماضي تفجير. نعم، أودى بحياته. وهذا هذا الأمر قد كان دعنا نقول محفز لموسكو أيضا أي تتدخل فيما يجري في الأراضي السورية. كل هذا يشير إلى أن النظام بات في يعود يعني
انسحب من مطار الظهور، وسأعود لمطار الظهور أبو الظهور، انسحب من مطار الظهور كما انسحب من مناطق أخرى كتدمر، وهو لا يزال يقول هذا التكتيك. يبدو أن ساعة النظام هي التي تتكتك وليس الاستراتيجية العسكرية، وهو ما دعا بالضبط، وهو ما دعا إلى هذا التدخل الصريح والواضح في سوريا لإنقاذ الموقف. دعنا ندخل ضيف آخر إلى هذا النقاش، وهو سيد حمد عويدات، مراسل بريس تي في الإيرانية. مرحبا بك سيد حمد. في البداية سيد حمد، نتحدث، الجميع يتحدث عن التدخل الروسي الذي أصبح واضحا على الأراضي السورية، إن كان دعم عسكري أو أمور أخرى. روسيا قالت بشكل واضح اليوم بأنها تنقل سلاح ومعدات ومساعدات إنسانية إلى روسيا. واشنطن وأطراف أخرى تعرب عن قلقها. لماذا تحركت موسكو الآن ولم تتحرك في السابق؟ هل هذا إشارة إلى أن النظام السوري وجيشه يتواجد في مأزق حقيقي؟ بالنسبة للتحرك الروسي، هو ليس بجديد، ولكن العالم أو الدول الأخرى التي تعارض هذا التحرك هي تراها من منظور آخر. بما يعني التحرك الروسي، هناك صفقات أسلحة وهناك عقود تم توقيعها حتى قبل البدء بالحرب على سوريا بين روسيا وبين الدولة السورية والحكومة السورية، وهذه الصفقات وهذه العقود تندرج تحت قانون الدولي، ومن حق روسيا أن تزود سوريا بالأسلحة التي تم الاتفاق عليها، ومن حق سوريا أيضا أن تستمد من روسيا الضباط والتقنيين والفنيين من أجل دعمهم وتدريب العسكر والضباط السوريين. هذا أولا. ثانيا، تعتبر روسيا وسوريا حلفاء استراتيجيين في ظل الحرب التي تدور الآن في الشرق الأوسط، وتتمحور الأرضية لهذه الحرب على الأرض السورية. روسيا لن تستغني عن سوريا ببساطة. روسيا بالنسبة لها هناك خط أحمر يدعى الرئيس بشار الأسد والحكومة التي يديرها، أي بما معناه محور المقاومة الذي يربط إيران وروسيا وسوريا. بالنسبة للأسلحة وكمية الأسلحة ونوعية الأسلحة، هي ليست بجديد. كل من يهتم بصفقات الأسلحة التي كانت قد وقعت سابقا بين سوريا وبين روسيا، هو يعلم أن هناك طائرات يجب أن تصل إلى سوريا، هو يعلم أن هناك صواريخ وقذائف وهناك العديد من المنظومات التي يجب أن تصل إلى سوريا. ولكن ما تطور الآن هو سرعة تنفيذ هذه العقود، لأن سوريا فعلا هي بحاجة، أو الجيش السوري هو فعلا بحاجة لهذا الدعم الروسي، وهو بحاجة لهذه الكمية من الأسلحة. فهو حتى الآن ما يقارب الخمس سنوات قام بإستزاف الميامي. نعم، لكن سيد حمد، عرضنا قبل قليل وأيضا جميع وسائل الإعلام تعرض ذلك، عن وجود دعنا نقول جنود روسيين على الأراضي السورية، ليس فقط مستشارين عسكريين، جنود يقاتلون إلى جانب الجيش السوري. طالما هؤلاء الجنود لم يأتوا إلى سوريا من خلال حدود غير شرعية، وجاءوا إلى سوريا بالاتفاق مع الحكومة السورية والجيش السوري تحديدا، فهذا يعني أنهم مرحب بهم على الأرض السورية، لأنهم حليف، والحليف أو يمكن القول أن روسيا اليوم تجسد، يمكن القول أن روسيا اليوم تجسد المثل الصديق في وقت الضيق. هذا يعني أن سوريا اليوم هي فعلا بحاجة إلى من يساندها، هي بحاجة إلى من يكون معها في الميدان وليس فقط في الصالونات السياسية وفي صالونات الأمم المتحدة. وعلى ما يبدو أنه من أجل أن لا يكون هناك إحراج إلى دول جوار موجودة في الشرق الأوسط، كان هناك اتفاق ضمني أيضا بين إيران وبين روسيا أن روسيا هي من سوف تتدخل عسكريا على الأرض السورية، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة هناك امتداد قوي للدولة الإسلامية والعصابات المسلحة، وخاصة أنهم أصبحوا على مقربة من دمشق، وهو ما يؤكد أن هذا سوف أو هو ما ينذر بخطر قادم للمنطقة. أخ حمد، يعني إذا سمحت لي، ولكن هذا التدخل بهذا الشكل، بوجود ليس فقط خبراء وطائرات وأسلحة، وإنما أيضا جنود مقاتلين بأعداد كبيرة في المناطق العلوية تحديدا في اللاذقية وطرطوس، يعني بشكل أو بآخر لكل من يعي العلوم العسكرية والوقائع العسكرية أنه لم يعد هناك نظام سوري، لم يعد هناك جيش سوري، وإنما هناك جيش روسي في المنطقة، بما يعني أن النظام انتهى. النظام لم ينتهي، حتى بغض النظر عن أخطائه، وبغض النظر عن الأمور الصائبة التي قام به خلال هذه الحرب، وبغض النظر أيضا عن التصرفات التي قامت بها الحكومة والمؤسسات السورية أمام الشعب السوري. ولكن الآن سوريا هي فعلا بحاجة إلى هذا التدخل، وأنا حسب رأيي لا يجب أن يقول العالم للروس بأنهم لا يجب عليهم أن يصلوا إلى سوريا. فالولايات المتحدة في السابق وصلت إلى العراق من خلال جنودها، عدة دول وصلت إلى عدة دول
أخرى أيضا من خلال جنودها تحت شرعية دولية وقانون دولي من أجل حماية بعضهم. أعتقد أن أي دولة تبرم صفقات واتفاقيات مع دول أخرى من أجل الحماية المشتركة يحق لهم أن يتشاوروا ويحق لهم أن يساهموا مع بعضهم حتى على مستوى الجنود الذين سوف يحاربون. نعم سيد، نعم سيد حمد، أن الجيش السوري اليوم منهك. الجيش السوري فيه الكثير من الخروقات وفيه الكثير من المراحل التي تعب بها، وهو فعلا بحاجة لهذا الصديق الذي يمكن أن ينقذه في المرحلة الأخيرة قبل وجود الكارثة التي يمكن أن تحل حتى على الدول الإقليمية التي تجاور سوريا. نعم سيد حمد، تحدثت عن الصداقة الروسية السورية، لكن هناك من يقول، ونذكر متى تحركت موسكو بالنسبة للأزمة السورية، حين كانت أزمة الكيميائي السوري في نهاية المطاف. هناك من يقول بأن روسيا هذه المرة بدأت تتحرك لأن هناك أمور تخطت الخطوط الحمراء على الأراضي السورية، وهو الاقتراب من المصالح الروسية كمطار باسل الأسد وميناء طرطوس في منطقة اللاذقية. ونحن نعرف بأن اللاذقية تشهد في الآونة الأخيرة إطلاق صواريخ وقذائف مكثف. على ما يبدو ليس فقط موسكو جاءت لتحمي بشار الأسد ونظامه، إنما لتحمي مصالحها على الأراضي السورية الوحيدة في الشرق الأوسط. طبعا هذا ليس بجديد، فكما روسيا تأتي للدفاع ولحماية أيضا ما يوجد لها، بغض النظر ماذا يوجد لها، ما يوجد لها على الأراضي السورية، أعتقد أن هذا ليس بخطأ، وأعتقد أن هذا ليس بعثرة في ظل الوصول إلى حل إن كان عسكري أو سياسي داخل سوريا، حتى لو كانت روسيا هي المبادرة له. أنا يمكن أن أشبه ذلك عندما تقوم أي منظمة إرهابية بالدخول إلى أي دولة بغض النظر من هي هذه الدولة، وكانت حليفة إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال إسرائيل، فأنا متأكد أن الولايات المتحدة سوف تجلب طائراتها وسوف تجلب جنودها وسوف تجلب خبراتها وسوف تأتي إلى الأرض الإسرائيلية وسوف تحمي دولة إسرائيل. نعم سيد حمد عبيدة، مراسل بريس تي في الإيرانية، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لزميل أمجد أبو عرفي.